الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة، حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 على الحياة فام. سلم على الناس اللي تبع فينا على لايف ستريمينج على الباج اوفيسيال الحياة فام. كما عودناكم في الحياة في الجامعة باش نحكيوا على جديد الطلبة والأنشطة اللي قدموا فيها كل يوم. واليوم مشينا للمستير باش نحكيوا على كلوب روبوتيك في المعهد العالي الإعلامية والرياضيات بالمنستير. أكثر تفاصيل، سعيدة جدا باستقبال حاتم عدواني وآمن شاهر. مرحبا. مرحبا منال، مرحبا بك المستمعين الكل. عايشك. كان تحكي لنا اكثر على تاريخ الكلوب هذايا، كيفاش عملتوه وشنو هو الانتيغي منه. سي بي يو روبوتيك. سي بي يو تاسس 2018 في الليزيم المعهد العالي الاعلاميه والرياضيات بالمنستير. باهي نحكي شو على الفاك تاسست في 2002 صح جبر المسير، قري انفورماتيك والكترونيك، فيها سيكل انجينيور ليسونس ماستر. ولا سنين دخلت العام اللي فات دخل سيكل بريباراتوار. باهي سي بي يو تاسس 2018. سي بي يو هو سايبر بروسيسنج يونت، باش اكثر يتابعونا بمريح. سي بي يو سايبر بروسيسنج يونت تاسس 2018، الوزن تاعها كان سيكيورتي. بعد في 2020 خرجت برانش روبوتيك. داكوغ. 2021 صارت ميزاجور كبيره في الكلوب، ولا عندنا برانش روبوتيك وبرانش ديفلوبمون. ولا عندنا افكتيف كبير، تقسمت الخدمه، صارت انفراستركتور جديده كومبليتمون، ونغادي بدينا في الخدمه. باهي هو موجود كان في الليزيم الكلوب هذايا، ولا موجود فيه فروع اخرين في ديفاك اخرين؟ السنه ان شاء الله باش نحلوا فروع جديده بعد العطله، ان شاء الله باش يكون عندنا فرع جديد في بنزرت. بروشينمون من العام الجاي ان شاء الله باش يكون عندنا فروع اخرين في منوبه، المهديه، الرادس، برج السدريه ان شاء الله. يعني باش تعملوا كيما لانفو سيشن صغيره باش تمشوا تعرفوا بالاكتيفيتي نتاع الكلوب هذايا، وتحاولوا تحلوا فروع اخرين في ديفاك اخرين. يعطيكم الصحه على الاخر على الانيسياتيف. باش نجي معاك ايمن شاهر، ممبر دو كلوب سي بي ايزيم، وباش سي بي بلوتو سامحوني ايزيم. باش تحكي لي على شنو هي لي اكتيفيتي اللي تقوموا بها، وشنو هي الانشطه واللي نوفوتي نتاعكم في الكلوب. مرحبا بك منال. جو مي بريزونت ساعة، اسمي ايمن شاهر، اتيديون اون بريمير اني سيونس انفو في الليزيم، و ان ممبر اكتيف في السي بي يو روبوتيك. لي زاكتيفيتي نتاع الكلوب نتاعنا، نهتم في الكلوب نتاعنا بسوتيان بيداغوجيك دو ممبر، ننظمو دي فورماسيون تيوريك في الروبوتيك الكترونيك ديفلوبمون افيك دي اتيلي براتيك، وبيان سور يكونوا سيرتيفي، يشاركوا كيف في لي كومبيتيسيون كو سوا في الدومين روبوتيك ولا في الديفلوبمون. وبطبيعة ننظموا دي زيفينمون ريجيونال ناسيونال اي انترناسيونال. وهنا ما نجمش ما نحكيش على ليفينمون ايزيم سايبر بوت اللي ان شاء الله باش يكون اول ايفينمون انترناسيونال في دومين روبوتيك يتنظم في ليزيم. باش نرجع معك اكثر على لي زكتيفيتي اللي تقوموا بها، هي تكون للي مامبر موجهه للي مامبر كهوا، ولا لي فورماسيون يكونوا محلولين على لي ستوديون الكل؟ لي فورماسيون يكونوا للطلبه نتاع المعهد الكل. لي كومبيتيسيون كيف لي مامبر اكتيف اللي انتريسي ينجموا يشاركوا ويتعلموا من الكومبيتيسيون. باهي كومبيتيسيون قلت لي باش تصير في فيفري لو 13 فيفري، عندكم كومبيتيسيون. حاتم احكي لي شويه على تفاصيل وكيفاش ينجموا يشاركوا العباد في الكومبيتيسيون هذي. ايزيم سايبر بوت 13 فيفري 2022 ان شاء الله. باهي الفكره نتاع ليفينمون خرجت في الصيف بعد ما خدمنا ستريكتور جديد نتاع الكلوب الكل، قلنا علاش ما نعملوش ايفينمون. قعدنا برشا وقت اللوج وعملنا اورجانيزاسيون على 3 شهور، شفنا شنو يلزم يصير، شنو الحاجات اللي لازم يتنظموا. بعد البروبوزيسيون جات كونفيرمينا اللي ليفيرمون ينجم يكون انترناسيونال بحكم عندنا علاقه باهيه مع الاقامه في الجزائر، مع المغرب، عندنا برشا من الافريك. دونك لهنا ينجم يكون عندنا ايفينمون انترناسيونال يشارك فيه برشا عباد من برا، ومن غادي بس فكره الانترناسيونال. دونك عندنا في ليفيرمون ان شاء الله 4 كاي شارج،
اللي هما جونيور موان 18 عام خاطر نخدموا زاد على الفئات العمريه اللي في الليسي وفي الكوليج. بالطبيعه نجموا نلقاو مواهب صغيره ومغرومين معناها بالروبوتيك، هذه فرصه زاد لهم هما باش يبداو يتعلموا من توا بالكش بعد يوريونتي رواحهم كاريمون في الحاجات هذه اللي يحبوها. اي فما دونك فما كايتشار جونيور، ثم اوتونوم اللي هو سويفر ايفيتور، ثم كايتشار توتيرا روبو يمشي في طول التيران، غازون، سابل، بون، دوح، دي زوبستاكل معناها يتعداهم الروبو هذايا تخي بيان. وعندنا الفايتر اللي هما روبو يتعاركوا دون زان رينغ، جينيرال ممكن ارمي. داكوغ، دونك كي تشارج هذوما يهبطوا في الباج نتاعكم يشوفوهم اللي يحبوا يشاركوا معناتها. ثم سيت اوفيسيال انكور ان شاء الله الجمعه هذه باش نهبطوا اليوم تاع سيت اوفيسيال. في سيت اوفيسيال باش يكون ثم الفورميلار لكي يشارج، لكي يشارج ان شاء الله معناها حتى راس العام يكونوا سي بون بري ويهبطوا في السيت. يعملوا الفورمولير كان يحبوا يشاركوا ويشوفوا لي كاي تشارج وشنو لي روبو اللي هما يحبوا يشاركوا بهم. يعطيكم الصحه على الكومبيتيسيون هذه وعلى المبادرات هذه اللي تقوموا بها، كيف كيف على لي فورماسيون اللي تقوموا بهم ولي زكتيفيتي اللي تعملوهم ديما، وتحاولوا ديما تشاركوا الطلبه في برشا انشطه معناها مع حياتهم الجامعيه والقرايه نتاعهم يزيدوا يتعلموا دي كومبيتونس اخرين. يعطيكم الصحه حاتم عدويني وامن الشاهر اللي جيتوا معنا وحكيتوا لنا على الكلوب سي بي يو ايزيم وحكيتوا لنا على ليفينمون سايبر بوت ايزيم. نخلي لكم كلمه الختام، كان تحبوا تزيدوا حاجه للعبيد اللي باش يشاركوا والعبيد اللي يسمعوا فيكم. والله نحب نحكي كونسيرنو الكلوب جينيرالمون. الكونسيبت نتاع كلوب جينيرالمون تعمل باش يخرج ليتيديونات من الفي اس دي ان من القرايه جيسور فاسيلو باش يحطهم في كادر جديد، كادر نتاع في اسوسياتيف غادي باش يتعلم التكنيك وسوفت سكيلز. راه كي نقولوا كلوب وحتى كان روبوتيك راه مش جيست باش نتعلم كيفاش نركب روبو ولا نتعلم في الدومين، راهو انك تكون في كلوب يعني انك باش تلعب على اكثر من فاس، خاطر في كلوب باش تعمل برشا عباد، باش تخرج سبونسورينغ، باش تجي الميديا، يعني عندك اكثر من فرص حتى في حياتك الشخصيه حتى اللي كنت خاطر راهو للاسف في تونس السيستم بيداغوجيك جينيرال مو ركزوا كان شي زيست على القرايه وشويه تبيات. دونك الكلوب في الفاك سيرتو راهم حاجه طايره على الاخر، راهم اوكازيون يعطوك الفرصه باش يدخلوك ديريكت في الفي اسوسياتيف اللي بعد باش تعاونك في الفي بروفيسيونيل نتاعك ان شاء الله. بطبيعه الحال هذيك ديجا اهم حاجه في الفي استوديونتين، وهذيك اللي تميز الطلبه على بعضهم اللي كان خدم اون ايكيب واللي شارك واللي عمل برشا ديزاكتيفيتي اخرين وتعلم منهم برشا حاجات. وهذيك علاش ديما انا نشكر الطلبه على المبادرات هذيا اللي ترجع هكا تحيي شويه لي فاكولتي والجامعات وتخلي هكا فيهم ديما فما فرص متميزه فما مبادرات محلاها باش يتعلموا منها اكثر. يعطيك الصحة حاتم. دوك نرجع مع ايمن الشهر، نخلي لك كلمة زادة كان تحب تضيف حاجة. باش نزيد حاجة على ليفينمون، ليفينمون بما انه ايفينمون انترناسيونال ان شاء الله باش يكونوا كما قال حاتم فما دي بيرسون اترونجي، ان شاء الله باش يكون فما دي في اي بي معنا دي سوسيتي كبار ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باش يكون ان كرون ايفينمون يكون باش يقعد في الميموار ان شاء الله. دونك سوي نومبرو ونيزيتي با باش تشاركوا في الكومبيتيسيون هذه و اوبورتونيتي باهي على الاخر باش تحضروا على ديزانفيتي كبار وباش تشاركوا في الكومبيتيسيون تاع الروبوتيك هذه وتتعلموا منها برشا حاجات. احنا مازلنا متواصلين معاكم من المستير باش نتحولوا لسوسه وباش نحكيوا على جونيور انتربريز في المدرسه الوطنيه للمهندسين بسوسه. نخليكم مع الفصل الغنائي ونرجعوا لكم. الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية.